هل هناك آيات تقرأ في ركعتي الطواف فضيلة الدكتور؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. قالوا والمناسبة أن قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، في توحيد الألوهية توحيد العبادة. وأما قل هو الله أحد فإنها في توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الربوبية. فلكون هاتين السورتين جمعتا نوعي التوحيد، توحيد الألوهية توحيد الربوبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الطواف. ولو قرأ بغيرهما من القرآن جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يقرأ بهاتين السورتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.